اجتهدت سفارة المملكة في روسيا في شهر رمضان المبارك وعملت على خدمة وإعانة العالقين السعوديين في مختلف المدن المتفرقة في البلاد، حيث نقل الطيران السعودي الأسبوع الماضي بالتعاون مع وزارة الصحة ولجان تقصي الوباء الدفعة الأولى من العالقين، وتقوم المملكة اليوم على عودة آمنة للدفعة الثانية من أبناء الوطن إلى الديار. الحكومة ما قصرت الحمد لله، والإخوة هنا في السفارة تابعوا الحالة، وبما أني طالب طب فيعني أرى بعين الطبيب. الحمد لله اليوم إحنا على تواصل وعلى بعد ساعات من اللقاء، فنشكر أولا حكومتنا مليكنا، نشكر السفارة السعودية على اللي قدمتها. أنا كنت شوي عندي صعوبات بس ما قصروا صراحة، تعاملوا معي أول بأول. تأتي هذه الخطوات العملية من قبل الحكومة بإرشاد من خادم الحرمين الشريفين الذي أوصى بالإطمئنان على السعوديين في كل أنحاء العالم ومتابعة أحوالهم حتى العودة إلى المملكة، في وقت اعتبر فيه الخبراء أن هذه الفترة هي ذروة انتشار الفيروس في روسيا، حيث تسجل حوالي 10,000 إصابة كل يوم. الطلاب السعوديين يعني ما سمعت انه في حالات للسعوديين، لانه كانت يعني السفاره بتنوه على الطلاب السعوديين انهم يعني اتخذوا الاجراءات اللازمه في ظل هذا الجائحه. من الجدير بالذكر انه رغم الجائحه وانتشار الوباء إلا أن حرص أبناء الوطن على عدم الاختلاط بغيرهم والتزامهم بتعليمات الوقاية أدى إلى عدم وجود إصابات بين العائدين من روسيا. في هذه الأيام المباركة يشد العالقون السعوديون رحالهم في رحلة العودة الثانية إلى الوطن في وقت تزداد فيه جائحة كورونا انتشارا. رائد مصطفى، الإخبارية، موسكو.